ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون مقارنه بين الجوست بالعداله والجوست بالغضب. قبل ما نبدا الفيديو، لو لسه مش اشتركتش في القناه انزل دلوقتي حالا اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات ودعمنا بلايك، ويلا نبدا. ده الجوست بالعداله، هنجربه في سكور سكواد باتل او معركه الفرقه اللي هي بتاعه ماضي الاويكن، هنشوف هيجيب كام. طبعا هحطه في القيادة، هتكون ستانة لأنها بتزود ضرر النار بنسبة 60%، وهحط له الدعم الجوست بانسر، وهنشوف هيجيب كام. هنحط الجوست رايدر هو اللي هيكون الدمج، والجوست بانسر هو الدعم، وستانة هي هتكون القيادة بتاعته لأنها تزود ضرر النار بنسبة 60%. طبعا هنبدأ كده ونشوف بقى هيجيب كام. آخر مرة جاب معايا 2,700,000 بالعدالة، برضه هجربه اشوف هل هيجيب اعلى من كده ولا لا. لو جاب اقل فهنحط العدالة ونشوف. ترتيب الضربات هيكون 5 4 3، ولو مش 3 موجودة فهتلعب 2. فهننزل كده بالجوست هنضرب 5. طبعا هنا السكور في الاول لازم تجيب سكور حلو شوية في الاول، وبعد كده هتضرب في الزعيم التاني اللي هو الاخير اللي هو سورتر تقريبا، وهنشوف هيجيب كام في الجوست. طبعا انا هحط له عدالة واشوف برضه هيجيب هنا كام، ومرة تانية هبقى اجربه قدام نال ان شاء الله. طبعا لما حطيت له العدالة خلص نال وكان فاضل 18 ثانية، اكيد يعني الغضب هتكون تفرق معاه اكتر من العدالة، وهتكون افضل يعني من العدالة. بس هي العدالة كويسة برضو عليه لو انت مش معاك غضب، يعني العدالة كويسة عليه لو انت مش معاك غضب. ممكن تضرب تير 3 وانت واقف في الحتت دي كده، هتكون اسهل تموت بسرعة يعني. طبعا اول جيم خلص، اول يعني مرة خلصت، فاضل مرتين، ما هو فاضل خلاص خلصت اول مرة اهي. يا رب بس يكون الفرق بين الغضب والعدالة كبير عشان يكون مستحق الغضب. طبعا هشيل الغضب منه من هنا من الايميل بتاعي، مش هروح ايميل تاني واجربه بالغضب، هشيلها في الايميل ده علشان تبقى نفس الكروت ونفس كل حاجة. وهتشوف البناء بالغضب بيكون ازاي. طبعا برضو معركة الفرقة دي برضو مهمة جدا لو انت بترفع اويكن، فالبتاع دي اللي هي سكواد باتل دي مهمة جدا ليك، لازم تلعبها على طول. حتى لو مش هتجيب مركز تطلع اخر دوري خالص وتلعب فيه، كل اسبوع هتاخد لك تقريبا 210، فيكون برضو هيفيدك جدا وتقدر ترفع اويكن كتير. لان المواد دي صعب تجيبها ومش هتعرف تجيبها الا من هنا بس، فبتكون صعبة انك تجيب المواد الاويكن. طبعا الشظايا سهلة دلوقتي تقدر تجيبها من النال، يعني نال ومفيستو اسهل اتنين تجيب منهم شظايا. شظايا مضمونة من 15 لـ30 شظية مضمونة في المرة، فالنسبة برضو كتيرة. وما واللي مش بيلعب نال فانصحك انك تلعبه لانه هيفيدك جدا في موضوع الشظايا ده. طبعا هنلعب قدام بقى ده لازم نجيب بقى سكور عالي قدامه، نضرب 5 تير 3، هرب من الضربات. ثبته، حاول تاخد الحاجات دي عشان انت دايرة الزمن ما تجمدكش مكانك، علشان لو فوتت تقريبا مش هتعرف تخلص من الزعيم ده ومش هتعرف تجيب منه سكور يعني عالي.
بحب اضرب 6 وبعديها السكيل 3 واسيبها مكملة الاخر، بيجيبها سكور عالي ان شاء الله، يجيب 3 مليون بالعدالة. انا بتمنى يجيب 3 مليون بالعدالة. اهم حاجة الحاجات دي تاخدها بس، عشان طبعا انا خدت واحدة حلو مش وحش، حاول ما فوتش حاجة تاني، عشان لو فوت هيثبتني مكاني ومش عارف اجيب قدامه سكور. طبعا اوحش حاجة ان البروك بيتأخر. هضرب 5 6 4 2، يا رب يجيبوا سكور عالي المرة دي. طبعا اوحش حاجة ان الشخصية دي بتهرب من الضربات بتاعت، طبعا ده سكور ال سكور الجوست رايدر بالعدالة. طبعا أعلى حاجة جابها تقريبا 2 مليون و400 كمان. هنجربه بالغضب ونشوف هيجيب كام. العدالة من الجوست رايدر ونحط له الغضب، هنقفل كده العدالة عشان ما تضيعش مننا، وهنحط الغضب. طبعا اهم حاجة الغضب لازم النسبة اللي هي دي تكون 9 من 10% علشان تكون واخد قوة اعلى. طبعا الحمد لله. طبعا في زيادات كتيرة هحط بقى بدلهم خطر حاسم بدل الترتيب الحاسم، والمراوغة لو انا حاطط مراوغة هحط طبعا خطر حاسم اللي هي الكريتيكال دامج، احط بدالها كده. اي حاجة فيها ترتيب حاسم هشيلها واحط بدلهم خطر حاسم. طبعا ما معيش اي انرجي اتاك في خطر حاسم الا دي. نبص كده بس على، طبعا ناقص 10% ان شاء الله هنقدر نزودهم. طبعا المراوغة عالية بسبب الكروت وبسبب ال وبسبب الايزو اللي انا حطهوله فيه مراوغة. ده كده بناء الغضب الجوست رايدر بالغضب، ودي الزيادات بتاعته. في زيادات كتيرة ان شاء الله هشيلها، وهنجربه ونشوف هيجيب سكور كام. طبعا هو التيم مش هيتغير، وهنجرب ونشوف هيجيب كام معانا. يا رب يجيب سكور اعلى من 2 مليون و400 تقريبا، مش فاكر والله جاب 2 مليون و400 ولا 2 مليون و700 في اخر مرة جربته، مش المرة دي، انا كنت مجربه قبل كده. بس بقى يجيب ضرر اعلى. طبعا الضرر ما بيتعرفش دلوقتي، ممكن اجربه قدام نال النهارده او ممكن في فيديو تاني هشوف لسه. طبعا لعب الغضب تقريبا افضل عليه، بس يا رب يكون الفرق كبير في النقاط. طبعا انا بلعب كتير، ما بلعبش انا في السكور اصلا كتير، فما بيفرقش معايا السكور ده. هنا مثلا ممكن يفرق معايا بسبب ان عايز اخد مركز حلو في الدوري اللي هو بتاع معركة الفرق ده. والواحد افضل حاجة يضربها انها تير 3 علشان اي حاجة تنزل يموتها، يعني بيختصر في الوقت شوية. طبعا دايرة الزمن دي بتوقف اي حاجة، لو انت مش واخد الحاجات اللي بتكون منورة في الارض دي لازم تاخدها علشان
الدايرة دي ما توقفكش وتفضل مكمل في السكور عادي. جايب 200,000 أول مرة، هنشوف المرة الجاية المرة دي هيجيب كام. طبعا لما بتضرب التير 3 بتاخد ضرر أعلى، شكلها ما اتضربتش التير 3. التير 3 اتكنسلت يا جماعة، ما أنا بتكلم على الحاجات دي لازم تكون مصفرة كده علشان تقدر تتخطى الدايرة بتاع الزمن دي. فاضل 51 ثانية، 49. طبعا اهم حاجة يجيب ضرر عالي قدام اخر زعيم اللي هو اسمه سورتر تقريبا، كان ظاهر في فيلم سور راجناروك. طبعا الانرجي اتاك قل عنده بنسبة كبيرة لان العدالة بتكون مزودة الانرجي اتاك بطريقة كبيرة، يعني مثلا كانت ليها 32,000 أقل منه 4,000 مرة واحدة لأن النسبة كانت عالية. العدالة بقى هحطها لسوبر جاينت وهرفعها أويكن وهبقى أعمل لها مراجعة إن شاء الله بالعدالة. طبعا جايب 400,000، 500,000، هنشوف بقى هيجيب كام. يا رب يجيب سكور عالي، بتمنى يجيب سكور عالي. طبعا السكور واضح ان هو بيعلى اكتر من الاول بكتير. طبعا جاب حوالي 1,000,000 في روتيشن واحد، صراحة الجوست بالغضب انا شايف ان هو دمار. حاول ناخد دي، اخر حتة ايه انا شايف ان الجوست بالغضب افضل بكتير، ولما الغضب بتتفاعل عليه بيضرب دامج رهيب. طبعا الجوست رايدر بيشحن التير 3 بتاعته بسرعة جدا ما بيتأخرش فيها. نضرب 2 عشان نكنسل وناخد الحاجات دي بسرعة، ونضرب 4. طبعا واضح اوي ان هو عدى السكور بتاع العدالة. طبعا اول ما بيطلع السلاسل كده تضرب 3 على طول. طبعا برضو البناء بتاعه مش احسن حاجة، في بناء بيبقى افضل من كده، فهتلاقي ناس جابه سكور عالي بيه، حوالي في ناس بتجيب بيه 7,000,000 بيه في هنا في المعركة دي. ممكن اجربه قدام نال. تمام، عدى 3,000,000 كده. الشخصية انا شايف ان هي دمار حتى بالغضب، جامدة. نضرب 5 4، تلاتة مليون ونص. اكيد هيقفل مستريح في السكور الاقصى. ممكن ندخل دلوقتي نجربه قدام نال ونشوف هيعمل ايه قدامه. اخر مرة جربته قدام نال بالعدالة جاب، خلصه كان فاضل فيه 18 ثانية. يا رب المرة دي يخلصه بسرعة وهنشوف هيعمل ايه قدام نال. كنت جربته ستيج 2.